جد في اللقطة الماضية، لكن الكرة تعود من جديد عالية لحمادي. الله عليك يا ولد، يا لعيب يا لعيب، هذا اللي مفروض يكون أساسي، هذا اللي مفروض ما ينزل احتياط. الحمادي سجل، وبأي طريقة يا سمعة، حمادي الحمادي ليس بغريب على هذا الملعب، سبق وأن سجل بطريقة جميلة هنا في هذا الملعب. شوف شوف الحمادي، الله على الاستلام والله على التسديد، قوية قوية جدا على طريقة الكبار، وهو أحد هؤلاء الكبار. حمادي استلم وضرب، حمادي سدد وهرب، والكرة في المرمى في شباك طبعا الحارس وإيميليانو، إيميليانو بانور، عرضية باتجاه المرمى، الكرة وين؟ بعيدة، لكن خطرة لسالمي، خطرة حمادي، الله 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 الله، سوبر حمادي، سوبر حمادي، والتعادل يا رادولفو، التعادل لشباب الأهلي، يرفضون الاستسلام ويرفضون الهزيمة أمام العنابي في اللحظات الأخيرة بحمر دمانا وخضر ربانا. شباب الأهلي يجوب العنانا، هدف التعادل، هدف التعادل. شوف ثاني مرة الحمادي، يا ولد يا ولد يا ولد، على الصناعة. شوف سالمين ماذا يفعل، وشوف الحمادي هوبا على الطاير في المرمى، من أيوفي إلى سالمين إلى الحمادي إلى السوبر حمادي، والكرة في المرمى لمصلحة شباب الأهلي دبي.